مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي حبيباتي طالبات صف الثاني عشر، أهلا بكم ومرحبا مع الجزء الثاني من درسنا تقوى الله والاعتصام بدينه، سورة آل عمران. القيمة الشهرية الابتكار. هيا شاهدي معي هذا المقطع. الأسبوعية عن أهمية العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قول المؤسس: قلوبنا موارد الزنا. هيا بنا نستذكر القسم الأول من الدرس. ما معنى كلمة واعتصموا؟ أي تمسكوا بشدة. شفى حفرة، حافت الحفرة وترفها. ما هو تعريف ابن مسعود للتقوى؟ تذكري معي حبيبتي. قال ابن مسعود: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. كيف نتقي الله حق تقاته؟ نفعل كل ما أمرنا الله عز وجل به، ونترك كل ما نهانا الله تعالى عنه. أتوقع منك حبيبتي في هذا القسم من الدرس أن تحددي الأمر والنهي في قوله ولتكن منكم أمة، تقارني بين قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تستنبطي شروط استحقاق الخيرية. الهدف الأول: نحدد الأمر والنهي في قوله ولتكن منكم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حددي الأمر والنهي الوارد في الآيات. أما الأمر فهو الدعوة للإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما النهي، نهانا الله عز وجل عن الافتراق والاختلاف. ومن يفعل ما أمر الله عز وجل به وينهى أو ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، وصفهم الله عز وجل بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أما من تفرق واختلف كما فعل الذين من قبلهم بعدما جاءتهم البينات، فتوعد الله عز وجل لهم بالعذاب العظيم. لماذا؟ عللي. من العجائب أن اختلاف أهل الكتاب صار بعد إقامة الحج عليهم بالبراهين القاطعة، لذلك استحقوا العذاب العظيم. أجيبي عن هذا النشاط في كتابك. ألخص الأمر والنهي الوارد في الآيتين الكريمتين. أما الأمر الدعوة للإسلام،
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما النهي، نهى الله عز وجل المسلمين عن التفرق والاختلاف. نشاط، كيف تكون عاقبة التفرق وخيمة على الأمة في الدنيا والآخرة؟ عاقبة التفرق في الدنيا الضعف بعد القوة، والذل بعد العزة، والخوف بعد الأمن. وعاقبة الاختلاف والتفرق في الآخرة هو غضب الله تعالى وعقابه. الهدف الثاني، نقارن بين من تبيض وجوههم يوم القيامة ومن تسود وجوههم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أما عن الذين ابيضت وجوههم، المراد منها هم أهل السعادة والخير. الذين اسودت وجوههم هم أهل الشقاوة والشر. ما نوع الأسلوب؟ في الذين ابيضت وجوههم التبشير والرضا، والذين اسودت وجوههم التقريع والتوبيخ. وعن الجزاء، الذين ابيضت وجوههم جزاؤهم النعيم في الجنة، والذين اسودت وجوههم العذاب في نار جهنم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل عدل لا يظلم، فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته، ولا يظلم الظالمين، بل يجازيهم بأعمالهم فقط. الله جل وعلا مالك كل شيء، فهو الذي خلق ورزق ويتصرف بقضائه وقدره، وإليه يرجع الناس فيجازيهم بأعمالهم. هذا النشاط عليك حبيبتي أن تجيبي عليه في كراستك، مقارنة بين الذين ابيضت وجوههم والذين اسودت وجوههم. الهدف الثالث، استنباط شروط استحقاق الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وعن شروط الخيرية كما ذكرتها الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، والمقصود المعروف هنا هو الإسلام وشرائع الهدى. وتنهون عن المنكر، النهي عن المنكر والشرك وكبائر الإثم والفواحش. وتؤمنون بالله، الإيمان بكل ما أمر الله به، وتشمل أركان الإيمان. أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نشاط، ما الحكمة من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى في الآية الكريمة؟ أن الإيمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة، ثم إنه تعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم المحقة، فيمتنع أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الإيمان الذي هو القدر المشترك بين الكل، بل المؤثر في حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سائر الأمم. دعا الله تعالى أهل الكتاب للإيمان الصحيح، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون كالنجاشي وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وأكثرهم الفاسقون
وهم الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا رسالته. ما كانت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من أسباب الفلاح في الدنيا مهمة الأنبياء والرسل، سبب الخيرية لهذه الأمة، وسبب النصر والتمكين في الأرض. اقرأي وتدبري، خيرية الأمة الإسلامية نابعة من التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلفهم الله عز وجل به وأمرهم به حرصا على مصلحة العباد، وهو شرط بلوغ هذه المكانة مع الإيمان بالله تعالى. هيا نستنبط ما يستفاد من الآيات. أهم ما يستفاد من الآيات وجوب الثبات على الإسلام حتى الممات، وجوب التمسك بالدين الإسلامي وحرمة التفرق والاختلاف فيه، وجوب الدعوة إلى الإسلام، إثبات خيرية أمة الإسلام وبيان علة خيريتها. اكتبي حبيبتي 3 دروس مستفادة من الآيات. وصلنا إلى صندوق الأسئلة، اكتبي هذه الأسئلة وأجيبي عنها في كراستك. حددي الأمر والنهي في الآيات الكريمة، قارني بين من تبيض وجوههم ومن تسود وجوههم، عددي شروط استحقاق الخيرية. هيا نجيب معا على تقويم الدرس. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. المراد بحبل هو دين الله تعالى. الغرض من الاستفهام في قوله أكفرتم بعد إيمانكم هو التوبيخ. وردت في الآيات الكريمة 3 وصايا ربانية، أذكرها. الوصايا الربانية في الآيات هي تقوى الله، الاعتصام بحبل الله، الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صورت الآيات الكريمة حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام. وضح ذلك. كان العرب قبل الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعض، وبعد الإسلام أعزهم الله عز وجل وأنعم عليهم بنعمة الإسلام ونعمة الأخوة في الدين، وأنعم عليهم بالجمع بعد التفرق والقوة بعد الضعف. فسر قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصف الله هذه الأمة بالخيرية لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله إيمانا صحيحا. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله تعالى. دمتم بخير.